اعترافات مثيرة لقاتل الطالبة المصرية سلمى في الشرقية. رغد صدام حسين ترد على أخبار حول تأييدها للصدر. الاتحاد الدولي يدرس تغيير موعد انطلاق كأس العالم. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. في واقعة أعادت للأذهان حادثة مقتل نيرة أشرف قبل نحو شهرين، أنهى شاب مصري حياة زميلته التي تدعى سلمى طعنا بالسكين أمام المارة بدافع الانتقام. وسائل الإعلام نقلت عن المتهم إسلام اعترافات قال فيها إنه كان يحب الفتاة وينوي الارتباط بها، ولشدة حبه رسم لها صورة ووشما على صدره ويديه، مضيفا أنها تخلت عنه ورفضت الارتباط به فقرر قتلها. فيما أوضح التقارير أن إسلام اعترف بقتل سلمى بدافع الانتقام عبر تسديد 17 طعنة في جسدها، ثم لاذ بالفرار قبل ضبطه من قبل قوات الأمن. وسط غموض حول واقعة اقتحام منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، وصف الجمهوريون أن ما يحدث هو سوء استعمال للسلطة من قبل الديمقراطيين. في المقابل قلل مسؤول سابق في البيت الأبيض لم يكشف عن اسمه من تداعيات هذه الخطوة، مشيرا إلى أنها لن تعيق ترامب عن الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا أراد ذلك، فيما اعتبر ترامب أن الرئيس جو بايدن كان على علم بالمداهمة غير المسبوقة بتاريخ رؤساء أمريكا، رغم نفي البيت الأبيض ذلك. بعد تداول أخبار على السوشيال ميديا تشير إلى أن رغد صدام حسين تؤيد المظاهرات التي دعا إليها مقتدى الصدر، ردت رغد بتغريدة ونفت ما يتم تداوله على لسانها. ابنة الرئيس العراقي الأسبق نشرت على حسابها في تويتر صورة عن الأخبار المتداولة وأرفقتها بتعليق تقول فيه خبر مزيف وغير صحيح، فيما يواصل المحتجون من أنصار التيار الصدري اعتصامهم بمحيط مبنى البرلمان وسط بغداد لليوم العاشر بهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم التي تتمثل بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. إلى كوريا الشمالية هذه المرة، حيث وقعت الحكومة عقوداً مع شركتين محليتين بقيمة 7 ملايين دولار لتصميم روبوت لمكافحة الإرهاب وطائرة استطلاع دون طيار كجزء من جهودها لزيادة الإمكانات العسكرية للبلاد. وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أوضحت أن الغرض من الروبوت هو التعرف المبكر على التهديدات ومنعها وتقليل عدد الضحايا أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، فيما من المتوقع أن تدعم الطائرة دون طيار العملية الأمنية للوحدات العسكرية التكتيكية. وفي خبرنا الأخير، أفادت تقارير صحفية بأن هناك اقتراحا يدرسه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لإطلاق بطولة كأس العالم القادمة في قطر عام 2022 قبل يوم من الموعد المقرر في 21 من نوفمبر المقبل. التقارير أوضحت أن فيفا يدرس خطى للسماح للدولة المضيفة باللعب مع الإكوادور في 20 نوفمبر، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى الحقيقة المربكة المتمثلة في لعب مباراتين قبل مواجهة الافتتاح والتي أصبحت تقليداً منذ مونديال ألمانيا عام 2006. وفي حال التأجيل ستقام مباراة هولندا والسنغال ومباراة إنجلترا وإيران في 21 من نوفمبر.